حملة سباق الخير رقم 2 يوم 14 رمضان، والتي كانت لآبار الحياة، وهذا هو البئر الثاني الذي يحفر في جمهورية غانا من متبرعي حملة سباق الخير التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، وفي كل كبد رطبة أجر. ومشروع آبار الحياة من المشاريع المهمة لتوفير المياه النظيفة والصحية لأخواننا المحتاجين في هذه القرى الفقيرة، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.